الرئيس السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته إلى مصر بعد مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين. مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتؤكد أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها لاحتواء التوتر. مصر تجدد رفضها التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتؤكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته إلى مصر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة شهدت مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بمطار القاهرة، وذلك عقب قيام جلالته بزيارة رسمية لمصر استمرت 3 أيام، وشهدت مباحثات موسعة مع شقيقه السيد الرئيس تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس الطابع الأخوي والاستراتيجي للعلاقات الشعبية والرسمية. تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزارة الثقافة حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني. هذا وتضمن التقرير الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وعددا من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة في هذا الشأن، كما تضمن الوضع الحالي لوزارة الثقافة وخطتها المستقبلية لتفعيل مخرجات اللجنة وأهدافها، ومن بينها تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران على إثر ما تردد من توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا. وفي بيان لوزارة الخارجية، طلبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة ومن آثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها، ولافتة إلى أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري. يأتي ذلك فيما توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية على التطورات المتلاحقة بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي.
أكدت وسائل إعلام إيرانية بإسقاط أنظمة الدفاع الجوي لثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من شن إيران هجوما جويا على إسرائيل باستخدام عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ. مع استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتفاقم يوما بعد يوم مخاطر اتساع رقعة صراع لا تحمد عقباه. الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أطلق العنان لمسلسل الردود المتبادلة، فشنت إيران هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل لتعود الأخيرة وتؤكد حقها في الرد على الهجوم. بضعة أيام فقط كانت كافية لتؤكد وسائل إعلام إيرانية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان للتعامل مع أهداف تأكد فيما بعد أنها مسيرات صغيرة، لافتة إلى سماع دوي ثلاثة انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي المدينة. الهجوم الذي بدا مدروسا إلى حد بعيد، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يتسبب في أضرار لأي من المواقع النووية في إقليم أصفهان، وهو ما أكدته أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أن المنشآت النووية ينبغي ألا تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن إيران لم تتعرض لأي هجوم خارجي، مضيفا أن النقاش في طهران يميل أكثر نحو احتمالية عملية تسلل. وأيما كان الأمر، فإن التطورات تشير إلى عدم وضوح الرؤية إزاء التصعيد المحتمل في منطقة الشرق الأوسط ما بين طي الصفحة أو الانجرار نحو حرب مباشرة أو بالوكالة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش يستنكر أي عمل انتقامي بالمنطقة. وأضاف المتحدث الأممي أن غوتيريش يناشد المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تتجاوز قيمتها مليار دولار. أوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الصفقات الجديدة تشمل كميات من الذخائر وعددا من الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بأمن إسرائيل، مضيفا في الوقت ذاته أن واشنطن لم تشارك في أي عمليات هجومية إسرائيلية على إيران. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بلينكن عقب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا. فقط أود أن أقول أن أمريكا ليست منخرطة بأي عمليات هجومية. ما نركز عليه أو ما تركز عليه مجموعة السبعة، وستقرون ذلك في بياننا وواضح في حواراتنا، هو عملنا لخفض التصعيد أو خفض التوترات من وعدم الوصول إلى نزاع محتمل. شاهدتم أن إسرائيل تلقت هجمات غير مسبوقة، ولكن تركيزنا بلا شك هو على ضمان قدرة إسرائيل الدفاع عن نفسها بشكل فعال وخفض التوترات وتجنب النزاع، ويبقى هذا هو تركيزنا. مرة أخرى لن أقول سوى أننا لسنا منخرطين بأي عمليات هجومية. دعت استراليا رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إذا كان ذلك ممكنا، مشيرة إلى خطر كبير محتمل يتمثل في ردود عسكرية وهجمات إرهابية. وذكر دبلوماسيون استراليون أن هجمات عسكرية قد تتسبب في إغلاق المجال الجوي أو إلغاء وتحويل مسارات الرحلات، وذلك حال تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل. We'll be right back.
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية هذه المرة. وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي بجوار موقع نووي في إيران يبعث برسالة تفيد بأن بإمكان إسرائيل فعل ما هو أسوأ، مضيفة أنه لم يكن الهدف من الهجوم الإسرائيلي على أصفهان إيذاء إيران فحسب، بل كان أيضا لتوضيح مدى تعرض مواقعها النووية للخطر. ذكرت إذاعة أوروبا واحد الفرنسية أن الشرطة طوقت القنصلية الإيرانية في باريس بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه. وأوضحت الشرطة الفرنسية أنها انتشرت في المكان وطلبت الفرنسيين بالابتعاد عن المنطقة. جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية نظرا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عوائق. وخلال مشاورات سياسية مع ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا في العاصمة بريتوريا، أوضح شكري الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل من عام 2025. كما أكد شكري على تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل التجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب إفريقيا من أجل الإسهام في جهود التجمع الرامية. ترأس وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا. أوضحت الخارجية أن أعمال اللجنة تستهدف الارتقاء بالتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، وذلك في مختلف المجالات بمشاركة كبار المسؤولين من الوزارات والجهات الوطنية بين البلدين. وعن الشأن الفلسطيني، جدد وزراء خارجية مجموعة السبع معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح الفلسطينية محذرين من عواقبها الكارثية على المدنيين. وطلب وزراء خارجية مجموعة السبع بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. هذا وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع أنه يجب بذل المزيد من الجهد للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في غزة. أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار قدمته الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو أمام المجلس المكون من 15 دولة، وقد حظي مشروع القرار بتأييد 12 دولة وامتنعت دولتان فقط
عن التصويت. مرة أخرى وفي سيناريو كان متوقعاً، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لتبديد الأحلام الفلسطينية المشروعة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي أوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة أيده 12 عضواً وعرضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه عضوان وهما المملكة المتحدة وسويسرا. وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وخلال الجلسة أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني، مشددا على أن استمرار الحرب غير القانونية والإجرامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك. تود مصر تأكيد أن الحل للأزمة الحالية التي تمر بها الأونروا بل ولأزمة اللاجئين الفلسطينيين يكمن فقط في حل وحيد، ألا وهو إعادة حقهم الأساسي في العيش بحرية وكرامة في دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن جانبه طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي طالب مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبألا يخيب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية في المنظمة الدولية. وعلى الرغم من الفيتو الأمريكي المعتاد في صالح إسرائيل إلا أن الدعم الساحق من أعضاء المجلس بعث برسالة واضحة مفادها أن دولة فلسطين تستحق مكانها في الأمم المتحدة. أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن الأسف الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بسبب حق النقد الذي استخدمته الولايات المتحدة. وأكدت الخارجية الأردنية أن دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين الذي تقوده إسرائيل يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من استمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة، مجددا دعوة الأردن لكل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلم في المنطقة من دون تجسدها على خطوط 4 يونيو من عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقالت المنظمة إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه. كما أكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروعة في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود واستنادا إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية التركية أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون هي وقف المذبحة في قطاع غزة وكذلك ضمان السلام الإقليمي الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية. هذا ودعت تركيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي قد توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ينظر التلاميذ إلى مدارسهم المدمرة في غزة ويتألمون بينما يتذكرون ما فقدوه من التعليم بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من 6 أشهر. لكن أهالي غزة لا يعرفون اليأس، فهم يتعايشون مع كافة الأوضاع ويخلقون لأنفسهم أجواء للاستمتاع بها وذلك بما تبقى من وطنهم، حيث دفع ارتفاع درجات الحرارة في دير البلح في قطاع غزة بعض العائلات للذهاب إلى البحر لقضاء بعض الوقت بعيدا عن خيام النزوح.
ما بين مستقبل غامض وأمل يتجدد رغم الألم، ينظر الطلاب الفلسطينيون إلى مدارسهم بعين مصدومة وأخرى مكلومة، ترصد الدمار الذي لحق بها في قطاع غزة وسط ذكريات حالمة عن الدراسة قبل اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر. هذا الركام تذكير قاس بما فقده أولئك الذين يمثلون مستقبل غزة من تعليم وأحلام منذ 7 أكتوبر الماضي في القطاع المكتظ بالسكان الذي يعاني نقصا حادا في المياه والغذاء والدواء والرعاية الصحية. كنا ندرس فين هذول المدارس؟ وكنا نلعب في الساحة، نزلونا اللعب الكور، كنا نطلع فرصة، نطلع على الصفوف اللفلف، يجي علينا المدير لفلف على الصفوف، يوزع علينا الكتب. الرصاص الإسرائيلي الناتج عن القصف المتواصل أحدث ثقوباً في المباني، وتناثرت الأوراق في الفصول الدراسية المدمرة، وتمزقت الملصقات على الجدران، وتلفت الكتب. أنا من الأوائل، كنت 98 أجيب 100، كو صفنا، شوف كيف اتدمر، يا الله كيف انحرق، شوف الدمار كيف، شوف غرفة المدير اللي كان يجيب لنا هالكتب وهالحلوات، كان يوزع علينا كل حاجة، وكان يوزع علينا ألعاب. هناك تدمير على مستوى المقاعد الدراسية، تدمير على مستوى المرافق الدراسية، كذلك تدمير على مستوى الحياة التعليمية، هناك تدمير الجامعات، وهناك تقريبا دمرت جميع جامعات قطاع غزة ومدارس قطاع غزة تقريبا، وكذلك رياض الأطفال، هناك تدمير شامل كلي لقطاع غزة والقطاع التعليمي في قطاع غزة. ليست المدارس وحسب، فالعدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تسوية جزء كبير من مباني القطاع بالأرض، مما حول العديد من المناطق التي كانت تعيج بالحياة قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة أشباح خالية من كل مظاهر الحياة. لكن أهالي غزة لا يعرفون اليأس، فهم يتعايشون مع كافة الأوضاع ويخلقون لأنفسهم أجواء للاستمتاع بما تبقى من وطنهم. فوسط هذا كله، ومع ارتفاع درجات الحرارة وتحديدا في دير البلح، بات البحر متنفسا للنازحين، حيث يقضون بعض الوقت بعيدا عن خيام النزوح. غزة اتدمرت، ما بقالش حاجة. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري، وما زلنا مع تطورات القضية الفلسطينية، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 42 فلسطينيا و63 آخرين خلال 24 ساعة ماضية. وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34012 شهيدا و 76833 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 أشخاص وكيانين إسرائيليين بسبب أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون إسرائيليون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن أحد الكيانين هو جماعة يهودية يمينية متطرفة. جاء ذلك بعد يوم من قتل مستوطنين إسرائيليين لفلسطينيين بالرصاص في الضفة، وكذلك استشهاد فتى فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على كيانين أكدت أنهما ساعدا في جمع أموال لصالح 2 من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.
وذلك في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. طالت العقوبات الأمريكية الكيانين لدورهما في تنظيم حملات جمع التبرعات نيابة عن متطرفين إسرائيليين تورطا في أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة. وصلت إلى ميناء العريش البحري سفينة مساعدات تركية وليبية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. تحمل سفينة المساعدات التركية 3774 طن من المواد الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية والغذائية، وهي مقدمة من الهلال الأحمر التركي. وتحمل سفينة المساعدات الليبية 1600 طن من المساعدات الإغاثية الأساسية والأدوية والخيام والأغطية والملابس المقدمة من منظمات المجتمع المدني في عدد من المدن الليبية. هذا وتواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي والإنساني لدولة فلسطين الشقيقة. مرحلة ثالثة تدخل أرض الفيروز، شاحنات محملة بمواد غذائية ومشروبات دافئة وغيرها من مستلزمات الحياة تحركت ضمن القافلة السادسة للتحالف الوطني للدعم الأهلي والتنموي الذي يعد المساهم الأول في المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة. المرحلة الثالثة تتضمن 74 قاطرة تحمل أكثر من 1200 طن من المواد الغذائية وما يقرب من 10 أطنان من المشروبات، فضلا عن أطنان من المياه المعدنية والملابس والبطاطين، وقد وصل جزء كبير منها إلى معبر رفح المصري الذي يفتح أبوابه 24 ساعة في اليوم الواحد منذ بداية الحرب على الأشقاء الفلسطينيين. هذا ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المساهم الأكبر في المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، والذي تحرك فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لقطاع غزة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أوصت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر تأهبا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في منطقة الشرق الأوسط، وتشن قوات الحوثي هجمات على حركة الشحن في منطقة البحر الأحمر منذ شهور وتضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. تأهبا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في منطقة الشرق الأوسط، أوصت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أوصت السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر.
شركة أمبري البريطانية قالت إنها تلقت معلومات تشير إلى تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية على أصفهان الإيرانية. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بتقارير مماثلة، لكن لا توجد مؤشرات على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود من الهجوم. وفي 14 أبريل أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة بالقرب من إيلات، مضيفة أن تقديراتها تشير إلى أن الطائرة أطلقت من اليمن. وذكرت الشركة في بيان أنها رصدت مستويات غير مسبوقة من التشويش على أنظمة تحديد المواقع قبالة إيلات ومدينة العقبة بالأردن. وتشن قوات الحوثي هجمات على حركة الشحن في منطقة البحر الأحمر منذ شهور تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. وقالت الهيئة البريطانية إن قوات التحالف التي تعمل على تأمين السفن التجارية في المنطقة اعترضت عدة صواريخ حاولت استهداف سفن بالمنطقة. وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة لقوات الحوثي ردا على هجماتها على السفن. وقد أدت هجمات قوات الحوثي المستمرة منذ أشهر إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها والقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 86 اشتباكاً بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية خلال 24 ساعة ماضية. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت هجمات على أوكرانيا شملت 78 غارة جوية و11 ضربة صاروخية و82 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان، لافتة إلى اعتراض قوات الدفاع الجوية الأوكرانية صاروخين موجهين. حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مجددا الدول الغربية من مصادرة الأصول الروسية، متعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو لديها قدر كبير من الأموال والممتلكات الغربية في الجهات الرسمية الروسية. تحدث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية اليوم عن السياسة الخارجية لروسيا والملفات الساخنة على الساحة الدولية. وقال لافروف إن الغرب بضخه الأسلحة إلى أوكرانيا يشكل تهديدا لأمن روسيا القومي. نكرر هذا الموضوع، كان الرئيس وبيسكوف وأنا عندما يسألون هل نحن مستعدون للمفاوضات، أولا الرئيس زيلينسكي هو نفسه منع المفاوضات، وقد سألوا الرئيس بوتين أكثر مرة بالإجابة على هذا السؤال. قال الرئيس بوتين أنه يجب أن يلغي هذا المنع لإجراء مفاوضات مع روسيا. وأنا تحدثت أننا لفترة طويلة حاولنا أن نثق ونصدق ورغم ذلك قلنا أننا مستعدون للمفاوضات، ولكن خلافا عن إسطنبول فإننا لن نقوم بأي وقف للعمليات القتالية خلال المفاوضات، وهذا أولا. وثانيا فإن الواقع على الأرض بات شيئا آخر وتغير تماما، وهذا الواقع يجب أخذه بعين الاعتبار. وأعني هنا ليس فقط خط التماس، وإنما التعديلات التي جرت في الدستور ووجود 4 مناطق قديمة وجديدة تعتبر بالنسبة لنا، يجب أخذه بعين الاعتبار.
تشهد الهند أكبر انتخابات في تاريخها بمشاركة مليار ناخب في الانتخابات العامة، حيث يصوت الناخبون لاختيار برلمان جديد يمثلهم في السنوات الخمس القادمة، في حين يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للولاية الثالثة على التوالي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه، ويواجه الحزب الحاكم منافسة قوية من قبل التحالف الوطني التنموي الشامل الهندي الذي يضم أكثر من 20 حزبا معارضا، بما في ذلك حزب المؤتمر الذي حكم البلاد لعقود قبل حزب بهاراتيا جاناتا الذي وصل إلى سدة الحكم في 2014. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يتضمن قرارا لرئيس الوزراء بعودة العمل للموظفين بنظام الأونلاين من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وأكد المركز أن هذا غير صحيح، وأن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024. ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع أجهزة كهربائية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية لتوزيع أجهزة كهربائية على 15 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية. الفعالية شهدت كذلك توصيل المياه إلى عدد من المنازل بالقرية مع توزيع عدد كبير من صناديق المواد الغذائية، وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوعي التحالف. نوزع كمية شنط كبيرة في الفردان على الناس الأولى بالرعاية مع بالاشتراك مع التحالف الوطني. ويأتي دعم تلك الفئات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم. التحالف الوطني يواصل تقديم الدعم وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به بهدف تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الأسر الفقيرة، مع المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين بإحدى العزب التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقد تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 11 عيادة تخصصية وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية، مع تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية. معانا النهارده 11 عياده تخصصيه، كل عياده بيكون فيها الطبيب اللي موجود طبيب اخصائي او استشاري. معانا تخصصات مختلفه زي البطنه، الاطفال، العظام، الرمد، الجلديه، الانف والاذن، الاسنان، النساء وتنظيم الاسره كمان. كل الخدمات دي مقدمه للمريض مجانا من اول قطع التذكره اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه. بعدها المريض بيتوجه للعياده، لو الطبيب شايف ان المريض محتاج يتعمل له تحليل فبيتم في المعمل اللي فيه اكتر من 40 تحليل. لو الطبيب شايف ان تدعيما لقرار
قراره ناحية المريض إن هو المريض محتاج أشعة بتتعمل في القافلة سواء أشعة عادية أو أشعة سونار. أنا جيت كشفت والله ومعاملة كويسة ودكاترة على أعلى مستوى بسم الله ما شاء الله، والعلاج متوفر وكل حاجة تمام وربنا يبارك لها في سيادة الرئيس، ومشروع جميل جدا وربنا يديم علينا يا رب. نعم. والآن مشاهدينا موعدنا مع جولة اقتصادية جديدة لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا هبة، شكرا سارة، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أشادت النائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات آنا بيردي بما تحقق من نتائج للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر والنجاح في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإتمام صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة. جاءت تصريحات نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات خلال فعاليات اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وأثنت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات في ذات الوقت بجهود مصر في التنسيق مع شركاء التنمية المختلفين لدعم مشاركتهم في مشروعات محددة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية ونجاح تجربة التعاون المصري الصيني في منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي التي يصل حجم استثماراتها لنحو ملياري دولار من خلال 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين في مدينة تشينغ يانغ الصينية في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصينية خاصة في مقاطعة تشينغ يانغ. وخلال المؤتمر تم التوقيع على 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص المصري. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. صعدت العقود اللاجلة لخام برنت بنسبة 42% إلى 87 دولار و48 سنت للبرميل، فيما ارتفعت العقود اللاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 53% إلى 83 دولار و17 سنت للبرميل، وكلاهما متراجع للجلسة الرابعة على التوالي. صعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 55% لتصل إلى $2.55 سنت للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.63% لتسجل $1.79 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أجرى وزير النفط الهندي هاردب سينغ بوري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص، مؤكدا على أهمية الموازنة بين الواقعية وبين استقرار السوق والقدرة على تحمل التكاليف. كما ناقشت المحادثات بين مسؤولي الهند وأوبك الاتجاهات والتقلبات الأخيرة في سوق النفط العالمية وتأثيرها على استقرار الطاقة مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. وتستورد الهند أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية، كما تعتمد على منتجي النفط في الشرق الأوسط ومعظمهم أعضاء بمنظمة أوبك لتلبية القدر الأكبر من واردتها. تراجعت بورصتا الإمارات مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران. انخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 0.8% حيث جرى تداول معظم الأسهم في النطاق السلبي، وأغلق مؤشر أبو ظبي منخفضا بنسبة 0.6% مسجلا أدنى مستوى في أكثر من عامين. ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، سجل مؤشرا دبي وأبو ظبي خسائر أسبوعية بنحو 1.6% و1.2% على الترتيب. تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أثار تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
قلق المتعاملين في جميع أنحاء العالم. تراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 6% ليخسر 1.6% هذا الأسبوع. اتجه المؤشر صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي إذ استمرت الخسائر. انخفضت مؤشرات الأسواق المالية في الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنسب تتراوح بين 6% و 9%. في بورصة وول ستريت استقر المؤشرات داون جونز وستاندرد أند بولز خلال التعاملات مع انحسار المخاوف المبدئية بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ارتفع مؤشر داون جونز الصناعي بنسبة 0.7% بينما هبط مؤشر ستاندرد أند بولز بنسبة 0.11%. كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.35%. خفضت وكالة التصنيف الدولي ستاندرد أند بولز التصنيف الائتماني لإسرائيل من AA- إلى A+. كما خفضت النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية. جاء انخفاض بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران والعدوان المستمر على قطاع غزة والتصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان. وفي إعلان ستاندرد أند بولز تقدر الوكالة أن التصعيد الأخير في الصراع بين إسرائيل وإيران يزيد من المخاطر الجيوسياسية التي كانت مرتفعة على أي حال بالنسبة لإسرائيل. تتوقع وكالة التصنيف أن يتسع العجز المالي للحكومة إلى 8%، وهو أعلى من هدف الحكومة البالغ 6.6%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية. عودة مرة أخرى لهبة وسارة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل. توجه وزير الخارجية سامح شكري من جنوب إفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية. وأوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يلتقي شكري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان. كما أضافت الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية. تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وفته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عاما. وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في القنوات الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للشعب المصري، حيث فقدت مصر قامة فنية وثقافية كبيرة، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. رحم الله الفنان القدير صلاح السعدني وأدخله فسيح جناته. ختام النشرة، عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر بعد مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين. مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتؤكد أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها لاحتواء التوتر.
مصر تجدد رفضها التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وتؤكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة. ختام نشرة السادسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.